إذا راك تفكر تفتح حساب في مايفين، بعد ما تشوف هذا الفيديو راح تبدل رأيك. كامل سمعنا بطاقة مايفين وحكاية الخمسة أورو، ولكن هل تعلم من هو صاحب البنك؟ وهل معلوماتك الشخصية في أمان؟ وهل هو آمن على أموالك؟ في هذا الفيديو راح نشوفوا الحقيقة الكاملة حول بنك مايفين، هذا إن كان بنك أصلا، وهل يستحق أن تفتح فيه حساب. تبع الفيديو من أول إلى آخر نقطة، لأنه راح يكون فيه كثير من دلائل قاطعة اللي راح تشوفهم لأول مرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إخواني في قناة هرستريكوم. الفيديو تاع اليوم راح يكون شوية سبيسيال، وما راحش نحكو فيه على كيفاش تفتح حساب في مايفين وكيف تتحصل على 5 أورو. الوسيلة الترويجية اللي راهي ديرها مايفين هي أنه تفتح حساب مجانا، يعطوك بطاقة ماستر كارد مجانا، وزيد على كل هذا يعطولك 5 أورو، واللي عليها يوميا راهو يزيد عدد المسجلين في هذا البنك. وبما أنه القاعدة تقول عندما لا تدفع ثمن البضاعة فاعلم أنك أنت البضاعة، فما بالك إذا زادوا لك 5 أورو. وهنا اللي بدأت رحلة البحث والتحري عن مايفين. اول حاجه ندخلوا لبلاي ستور ولا اب ستور، نهبطوا لتحت شويه راح نشوفوا انه التقييمات جد قليله والنسبه كبيره منها سلبيه، هذه بالنسبه للبلاي ستور. بالنسبه لاب ستور كذلك 2.4، وراح نشوفوا انه التقييمات السلبيه اكثر من التقييمات الايجابيه. وبعدها تحميل التطبيق سواء على اب ستور ولا بلاي ستور راح نشوفوا انه التطبيق غير احترافي وثقي نوعا ما، وزيد على هذا الدعم غائب كليا، يعني تسيب روحك وحدك. نفترض انه كل هذا الشيء عادي وراح يحسنوا من جودة التطبيق في المستقبل ان شاء الله بربي. نواصلوا رحلة البحث تاعنا ونبحثوا عن الموقع الرسمي تاع مايفين، وهنا اللي كانت الكارثة. بعد ما بحثنا عن مايفين في جوجل، هذا هو الموقع الرسمي لمايفين. في الوهلة الأولى يبان باللي موقع عادي، ولكن كي تهبط للتحت تصيب الكارثة. الحاجة الأولى اللي نلاحظوها أنه created by Wiz، يعني الموقع هذا اللي خدمته ماشي مايفين، اللي خدمه هو شخص آخر ولا طرف ثاني. ندخلوا نشوفوا هذا Wiz شكون. راح يظهر عندنا الموقع، نديروه بالإنجليزية Mobile Applications and Web Solutions. إذا هذه منظمة تخدم التطبيقات ولا ليزابليكاسيون تاع الهاتف. نشوفوا لي سيرفيس تاعها اللي تقوم بهم. دونك عندك ويب ديزاين اند ديفلوبمنت، تسمى دير المواقع، ولا اي كوميرس ستور، كيما مثلا انت حبيت تبيع شي حاجه ولا تتصل بهم هما يخدموا لك الموقع تاعك ولا الابليكاسيون تاعك. نروحوا نشوفوا لي بروجي تاعها واش خدمت لي بروجي. حاجه اللي تلفت الانتباه انه ما صبناش مايفين. بعد ما عرفنا شكون هما ويز وشفنا انه ماشي ذاكرين مايفين اصلا في قائمه الزبائن ولا حتى المشاريع اللي خدموهم، حنا نديروا على استفهام، نولوا لموقع مايفين، وهنا راح نشوفوا 2020، وهذا معناه انه ما عدلوش ولا ما قاموش بتعديل الموقع منذ 2020. ندناو شويه نصيبوا فولو اس في انستغرام فيسبوك وتويتر، وهنا راح تقولوا لي وين المشكله. هنا ثاني، هنا راح نقول لك كي تدخل في صفحه الانستغرام عادي، في صفحه الفيسبوك ايضا عادي، ولكن كي تدخل للتويتر ماشي عادي. علاه ماشي عادي؟ لانهم ما يملكوش حساب تويتر اصلا، ونعرفوها كي نروحوا نشوفوا هذا الرابط نصيبوا twitter.com، ما عندهمش حساب في تويتر اصلا، وهذا هو ما يعرف بالتمخريك بعينه، ما عندهمش حساب في تويتر وحاطين في الموقع تواصل معنا عبر تويتر. نجول الدليل ما قبل الاخير، الدليل الاخير راح يكون كارثي باتم معنى الكلمه. نديروا اباوت، تصيب مشاكل تافهه في تطبيق ولا في موقع مايفين، وهذا الدليل كما قلنا ما قبل الاخير هو اور بارتنرز ولا شركاؤنا. راح نصيبوا اسماء شركات كبيره، ولكن السؤال هنا هو علاه هذو اسماء الشركات نصيبوهم على شكل كتابه كما نشوفوا، والباقي نصيبوهم على شكل صور. تحس باللي 0/10 في المنهجيه. نجول الان للدليل الفاصل واللي راح يخليك بعدها تقرر يا اما تواصل مع مايفين ولا تختار بنوك وبطاقات اكثر امانا. دائما في الموقع الرسمي لمايفين في قسم كونتاكت اس، اكيد يبدل لك اللغه كما كل خطره. بعد على ان طويل ما حبش تمشي الانجليزيه، راح نديروا انجليزيه عن طريق جوجل ترانسليت. كما رانا نشوفوا انه هنا راح يعطينا العنوان، وراح يعطينا الهاتف، وراح يعطينا ايضا الايميل. هذا اول شيء، حنا راح نتاكدوا من العنوان اللي راهو حاطينه هنا ونشوف. نكليكيو هنا باش نشوفوا في جوجل. كما رانا نشوفوا هذا هو مبنى خاص لمايفين، ولكن الحقيقه مغايره لذلك، ماشي هذا هو بنك مايفين ولا مبنى تاع مايفين، هذا سونتر كوميرسيال فقط. اللي راح ناكدوا هذا الشيء عن طريق الريفيوز، هذو الريفيوز ولا الناس اللي حكوا على هذا المبنى. بيست اوفيس سبيس بيلدينغ فروم future. يعني هنا كما رانا نشوفوا في الريفيوز انه هذا سونتر كوميرسيال ماشي تابع لمايفين. ونزيد لكم دليل على ذلك، هذا هو اللي شفناه، هذا هو اللي حاطينه، انه كي نديروا هكا صوفيا تيك 1 كي نشوفوا هنا نشوفوا انه راهم يكريو في ليزابارتمون ولا يكريو في البيروات اللي فيه الداخل، وهذا هو رقم الهاتف تاعهم. نجوا منا ايضا ما كان حتى بلاكا قول انه هذا مبنى تاع مايفين، وانما هو فقط سونتر كوميرسيال، وهذا ايضا سونتر كوميرسيال واحد اخر راهو مازال شونتي، مازال يخدموا فيه. هذه اولا. ثانيا بالنسبه للعنوان اللي راهو هنا في الموقع، راح نشوفوا هذا العنوان هل هو مطابق لهذا العنوان ولا غير مطابق لهذا العنوان.
راح نديرو راح ننسخو العنوان وراح نجو لجوجل ومو بلصق العنوان راح يدينا لهذا المول. هنا على ما استفهمني درتها قبيله راح تزيد تكبرها لانه هنا موقع وهنا موقع اخر. درك الاجابه راهي عندكم. هذا فيديو فقط توضيحي باش الانسان يرد باله وين يحط الاموال تاعو حاجه الاولى، يرد باله وين يدير الوثائق الرسميه تاعو حاجه ثانيه، والحاجه الثالثه حتى وان كان عندك حساب في مايفين ما تتعاملوش كثيرا، ومن الاحسن ابحث عن بنوك مضمونه حتى وان قفلوا لك الحساب تاعك عندك معهم تتواصل كاين سيبور، وحتى وان حسابك مقفول يقدروا يعاودوا يرجعوا لك الاموال تاعك. اذا استفدت ما تنساش دعم المحتوى والاشتراك.